هاك رمضان عليكم يا جماعه. النهارده معانا حلقه جديده من سلسله الحروف واصواتها او The Sounds and Their Letters. وفي الفيديو بتاع النهارده هنتكلم على حرف جديد وهو حرف الام. قبل ما نبتدي خليني اعرف الناس اللي اول مره تتفرج علينا ان دايما السلسله دي بتبقى متقسمه، ان انا بشرح صوت الحرف لوحده وبعدين بشرح بعد كده صوت الحرف وهو سايلنت او لما بيبقى صامت وامتى الحالات لو فيه او القواعد، وكمان بشرح حاجه اسمها sounds combination او صوت الحرف ازاي بيأثر على صوت حروف تانية ممكن تبقى جايه معاه في الكلمه. خليني اقول لك كمان انك هتلاقي روابط اسفل الفيديو فيها الحلقات اللي فاتت لو حبيت تاخد جوله سريعه. طيب خلينا نبتدي مع بعض بحرف الام. الام ما عندناش مشكله فيه ك Arabic speakers او كمتحدثين للغه العربيه، لان هو موجود عندنا ما يقابله في اللغه العربيه في كلمات زي mother، بس طلع صوتك من مناخيرك، mole. الحرف الام امتى بيبقى silent؟ نادرا ما هتلاقي الحرف الام سايلنت، وكلمات نادره جدا، فالحمد لله ما فيهوش حروف كتير تقريبا ما بتشوفوش صامت خالص. لكن خليني اذكر لك دايما لو الام جت في الاول وجي بعدها في اول الكلمه وجي بعدها ان، دايما بيبقى صامت في كلمات نادره جدا زي كلمه نمانيك يعني تسكير او تسكيري. يعني مثلا لما اقول لك learning English by songs is a mnemonic method، تعلم الانجليزي من خلال الاغاني طريقه تذكيريه او تفكرك بطريقه كويسه، mnemonic. خلينا بعد كده نتكلم بقى، وعلى دي اهم حاجه النهارده، صوت الام بيأثر ازاي على صوت حروف تانية. الكلمات في الانجليش اللي فيها ام بي زي مثلا كلمه climb، ما تقولش climb، دايما لو عندك ام مع بي البي ما بتتنطقش، فالام بتأثر على صوت البي ان احنا ما بننطقوش. في كلمات زي climb يتسلق، في كلمات تانية زي come يعني تسرح شعرك، وهكذا. عندنا كمان الام مع الان، دايما برضو الان ما بتتنطقش، في كلمات زي column يعني عمود، column. وفي كلمات مثلا زي كلمة damn يعني معناها اللعنة، او مثلا في العامية حاجة صعبة جدا، يعني لو عاوز تقول this is damn hard يعني ده very hard، damn. تالت حاجة، صوت الام بيأثر على صوت البي دايما لو جاي بعدها، والبي بيبقى صوتها خفيف جدا او ما بتتنطقش. في كلمات زي فارغ اغلبنا بينطق كلمة ديت امبتي او امبتي او حاجة زي كده، لكن النطق الصح هو امتي. امتي، بصوا خلاص من الاخير ازاي، امتي. او اعراض، symptoms. روحت على البي بس قلتها خفيفه خالص او ما قلتهاش تقريبا، symptoms. ان صوت الام بيأثر على صوت الان، ودي حته مهمه جدا. ازاي؟ مش في نفس بقى الكلمه، لو كلمه بتنتهي بام والكلمه اللي بعدها بتبتدي بان، الكلمه اللي بتبتدي بان بتتغير وصوتها بيبقى شبه الام. بص معايا على الجمله دي، 10 minutes يعني 10 دقائق، لكن انا لو بتكلم بسرعه الان اللي فيه 10 هتتغير وتبقى ام، فلو كلمه بتنتهي بان والكلمه اللي بعدها بتبتدي بام دايما الام بتسيطر، فبنقول 10 minutes. عاوز اقول لك مثلا الحساب عليا، فهقول لك بالانجلش لو بتكلم بالراحه it's on me، لكن لو بتكلم بسرعه مظبوط الان هتتغير تبقى ام، فاقول لك ايه، it's on me. دايما الام بتسيطر على الان، حتى لو دي في كلمه ودي في كلمه وبنقلب الان ام. كمان الام بيسيطر على صوت الفي، يعني لو كلمه بتنتهي بصوت الفي الام دايما بتسيطر. كمثال give me بتتقال بسرعه gimme، الام طلع عن تيل او فتوى ما شاء الله بيسيطر على الحروف كتير، بيأثر على صوت التي، يعني لو كلمه بتنتهي بتي والكلمه اللي بعدها بتبتدي بام دايما الام بتسيطر. زي مثلا let me بسرعه بتتقال ايه، let me go and tell him the information، let me. او fat man لو عاوز اقولها بسرعه اقولها ايه، fat man. He's a fat man.
فالام تاني بتسيطر على صوت التي وبتقلبه كمان لام.